في ناس معلمه معايا من كتر حبها من السوبيا، كنت في الاول بستغربها، ابص الاقيه ممكن يطلب مني 3 عبوات عائلي لازم يرصهم قدامه الثلاثه ويقعد ياكلهم الثلاثه، يخلص دي ركنه وياخد الثانيه. السوبيا الرحماني بدايته كانت سنه 1920، واول ما بدا في حي المغربلين، بعد كده فتحنا فرع السيده. محدش يعرف صنعة سوبيا الرحماني ايه، كتير جدا حاولوا يقلدوا سوبيا الرحماني، في ناس تحط عليها اطعمه وتحط عليها عشان تعرف تقرب من الطعم بتاع سوبيا الرحماني، انما احنا عندنا السوبيا الميزز دي مفيش بني ادم في مصر ولا في اي دوله يعرف سر صنعة سوبيا الرحماني ايه. كيلو اللحمه زمان كان بكام والنهارده بقى بكام؟ فكوباية الايس كريم كانت بكام والنهارده بقت بكام؟ برضه السوبيا كذلك، الايس كريم كان بقرش سعر، ممكن حضرتك ما تعرفش ايه هو القرش سعر. النهارده بقى الايس كريم ب 10 جنيه والبوله ب 15 جنيه، انا برضه كوباية السوبيا كانت عندي برضه بقرش سعر، وصلت لغايه لما بقت ب 15 جنيه، حاجه بتزيد مع مرور الوقت ومرور الزمن. الزبون زمان كان زواق، عارف السوبيا ومتربي عليها. دلوقتي طبعا عشان خاطر في حاجات كتير ظهرت، في ناس بتيجي لاول مره وفي ناس عارفه ايه هي سوبيا الرحماني. السوبيا اللي هي الحلو مكوناتها مواد طبيعيه، بتتعمل من رز، جوز الهند، فانيليا، قشطه، لبن، سكر، ده اللي هو النوع الحلو. الميزز بيبقى نفس المكونات بس ما فيهوش جوز الهند، زائد الصنعه بتاعته او الطريقه بتاعته اللي محدش يعرفها اللي بتديله الطعم المزازه بتاعه. معظم لعيبه كره النادي الاهلي او الزمالك بيبقوا موجودين هنا، كابتن فاروق جعفر، الخطيب، زائد الفنانين طبعا معظمهم كان لسه امبارح عندنا هنا، فنان دياب، استاذ يحيى الفخراني، استاذ صلاح السعداني، معظم المشاهير بتجي لنا سوبيا الرحماني. السوبيا اللي بتتشرب دي اللي هي حضرتك بتلاقيها موجوده في رمضان، دي معموله من ميه شعير واسانس جوز هند، ريحه جوز هند، انما احنا عندنا السوبيا بتاعتنا من الرز وجوز هند طبيعي، كلها مواد طبيعيه. كون المسمى السوبيا دي حاجه بقى نرجع بيها للجدود، هم اللي يقولوا لنا ليه سموها سوبيا.